من هي دي الحلقة عايز أسألك عن السوشيال ميديا، السوشيال ميديا ودورها في حياتك. أنا شايفك من النشطاء على السوشيال ميديا، بمعنى إن أنت دايما بتنزل صور، بتنزل ما رحت الساحل نزلت صور وقلت أنا في الحتة الفلانية، هنا بتقول أنا هنا هنا، إيه الموضوع؟ لا، الموضوع بيبقى يعني انا مش متجوز او مش مرتبط او كده، فانا الموضوع بيبقى عندي وقت فراغ طبعا كبير، يعني طبعا وقت المعسكرات وكده ما بمسكش الموبايل كتير، السوشيال ميديا مش قوي، لكن انا في طبعي انا مش بحب السوشيال ميديا، ما بحبش بحب ان انا بس بقت دايما جزء مهم اعتقد. هي مهمة جدا، هي يعني هي دلوقتي بقت مهمة يعني، بس دوشة، بحس ان انا في دوشه كده، انا هيصة. يعني فانا بحب ان انا افصل في وقت كبير جدا، اروح قافل كل حاجه بتعمل كده. واقفل دي ما اقفل الانستجرام، اقفل الفيسبوك، كل حاجه، بحس ان انا في وقت عايز افصل كده مع دماغي ودماغي بقى في حاجات تانية، كتب، انا بحب اقرا كتب يعني، تحب تقرا؟ بحب اقرا كتب بصراحه، فاسحل نفسي بقى في كتب، بقى اقرا كتاب بتاع، لكن وقت بقى الفراغ، وقت ان انت ما بتعملش حاجه بحط صور بتاع بس كده. لكن انت مرتبط. لا، مش مرتبط مرتبط. بالسوشيال ميديا. انت مش مرتبط اساسا دلوقتي لا، خلاص. مش مرتبط. لا، طيب انت اذا ده من الناحيه الشخصيه ان انت مش مرتبط، ولكن انا بتكلم على ناحيه السوشيال ميديا، انت مش مرتبط بالسوشيال ميديا ولا مرتبط بيها؟ لا، مش قوي يعني، يعني دايما بشوف ان اراء الناس جميله، وحتى لو حد اراءه مثلا مش مبسوط، او بيقول حاجه وحشه على هاني، او بيقول حاجه حلوه، يعني انا وصلت اللي انا بحب دايما ان انا ما اشغلش بالي بالموضوع ده قوي يعني، مهما كان اللي بيقول كويس شكرا على عيني وعلى راسي، اللي بيقول حاجه وحشه برضو شكرا ما فيش مشكله، انا بشتغل على نفسي بعيدا بقى عن السوشيال ميديا، بعيدا عن اي حاجه، مش هو ده السبب اللي هيأثر في هاني ولا هيخلي هاني يبقى متضايق مثلا، ف يعني انا بشوف ان هي حاجه جميل ان الناس تتكلم عليك كويس، بس في نفس الوقت اكيد هيجي فتره مش هتبقى احسن حاجه في طبعا النادي، فممكن تلاقي الناس بيتكلموا عليك، بيقولوا لك كذا، بيقولوا كلام مش كويس، ده بعشمهم يعني، هو جمهور الاهلي كده اللي هو بالعشم. عشمان فيك، فمش دي حاجه مش بتشغلني خالص، انا زي ما قلت حاجه انا بشتغل وبعمل اللي عليا وبحاول ان انا اطلع كل حاجه يعني عندي. اخيرا المنتخب المصري وعدم انضمامك للمنتخب